الان كيف راكم كلشي مزيان؟ حلقه اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الاشغال فين خدامه ان شاء الله في كوري. عرفتوني انا ما نخليكمش تبقاو متشوقين حتى نهار الاثنين عاد تشوفوا النتيجه. ضروري نوريكم شويه الاشغال باش تعرفوا اشنو اللي تيوقع. ودابا انا فقط في الصباح بكري كيف العاده وكلت التيورا وكلشي نطيتهم، وغادي ان شاء الله الطريق ديريكت مباشره لايمين تانوت، لان هي اقرب مدينه هي وتيشاوا المحميه عندي. يعني الا بغيت نتقدى السلعه ولا اي حاجه كتخصني، يا اما كنهبط لشيشاوا يا اما مراكش يا اما كنهبط لايمين تانوت. حتى هي زوينه، يعني مدينه رائعه، وتحيه لوليدات ايمين تانوت الا كان شي حد متبع ليا. وانا غادي دروك هي ايمين تانوت حدايا، فيها واحد المناظر رائعه، داكشي اللي تعجبني، داكشي نتاع الجبال والطيور فوق وسط الجبال هكاك دايره ايمين تانوت، اللهم بارك، يعني زوينه. غادي نمشي ان شاء الله للسوق نتقدى. وبهذه المناسبه هذه اول زائر المملكة عاشق الببغاء غادي يكون عندي غدا، واحد الانسان عزيز عليا وصاحبي بزاف، ما عرفتش واش غادي تعرفوه ولا لا، حطوا لي تعليقات نشوف واش غادي تعرفوه ولا لا. واحد عزيز عليا بزاف وانتم راكم شايفينه شحال من مره. المهم هذاك السيد اللي عزيز عليا غدا ان شاء الله بيشرفني في المملكه، نهار كبير هذا، هو اول زائر غادي يجي يزور المملكه، واخا باقي ما فتحاتش، يعني باقي ما ساليتش الاشغال، غادي يجيو الاشغال كاينه. انتظروا الحلقه نتاعت غدا ان شاء الله وتعرفوا شكون هو هذا الزائر، واللي يعرفوا يحط لي تعليقات لتحت. يلا ودابا نمشيو نطلعوا لايمين تانوت نقضي اغراضي، داكشي اللي بغيت نتقدى. من مورا الاغراضي ان شاء الله بحول الله غادي نرجعوا للمحميه ونوريكم الاشغال اشنو كندير بالضبط، باش تعرفوا نهار الاثنين اشنو غادي يكون تما. تحياتي انا الاخوان، وصلت لايمين تانوت المدينه وسط الجبل، شتوها، غنمشي نتقدى من السوق ونتقدى داكشي اللي غيخصني ونوريكم. انا الجو ديال ايمين تانوت الاخوان شوفوا كي دايره، ناضي اللهم بارك، شوفوا الطيور وسط الجبال، داكشي مبرع ما شاء الله. يلا الطريق الى المحميه دابا نوريكم الاشغال. تحياتي، قضيت الاغراض كاملهم. دابا الاخوان بغيت نشد الطريق لمراكش ان شاء الله، خصني نوكل الباب بغاوات كلها معايا الوجبه ديالت اليوم. شوفوها معايا هي الكاوكاو رقيق، كاوكاو غليظ، زريعه رقيقه، زريعه غليظه، والتمر هما اللي بغيت ندور على باب بغاوات دابا، وندور عليهم الماء ونشد الطريق ان شاء الله. ومنين غادي نجي غادي نصايب لهم الديسير ديالهم. تحياتي انا الاخوان بثلاث حوايجي طريق الى مراكش ان شاء الله، بغيت نقضي شي اغراض خاصه انا، شي سلعه ما كايناش هنا غنمشي نجيبها، عاد غنمشي نبدل هذا اللون الاخضر نربطوه ازرق ان شاء الله الاخوان. عاوتاني باب بغاوات كلهم حطيت لهم ماكلتهم في امان الله الحمد لله. انا نوريكم شويه الكوكاطو هو اللي حطيته في الدخله دو جيها، ها هو اللهم بارك، ها هي الكوبلان تاع الكابوني كتاكل الماكله اللي حطيت لها، والتمر شتو كيهزين التمر، ها هما تياكلوا الطمر تاع الكالوبسيت، كلشي عطيتهم راه هما مشاو ليهم شتي. اجو اليوم هاك سلاحو عصية، زدتهم عصية بين ما نجيب لهم عصية عراض، ها هما تياكلوا البوكوس نتوا ديما داخلة العشية، ربي تكون بتبيض وحدة راه واقيلا مفرخة تما 100%، هذا باكو اللهم بارك. فراجي شوفوا السنجاب، ها هو السنجاب
هادي مسكينه مريضه شويه كنداويها، عزلتها بوحده ودرت لها البوماده، شاد ضرها مسكينه عينيها ورجليها، وراه بديت كنداويهم ليها ما عرفتش مالها. المهم ان شاء الله راه غتولي بخير على الاخره، كل شويه كندير لها الدواء. ها هو السنجال، ها هو نتوا ديما داخله ولات هاد الايامات العيش. ها هما تركوازين بين ندير لهم قفص في المترو امازونيات، كوبلة زوينة، كوبلة الأخرى اللهم بارك، كوبلة الأخرى. ها هو البط، ها هما تياكلو التمر. تحياتي الاخوان الطريق الى مراكش ان شاء الله، وتسناو الحلقات الجداد غيكون الجديد ان شاء الله في المستوى العالي. دابا شات الطريق الاخوان مراكش، نجيب ان شاء الله السلعه اللي غادي تخصني ونردوا الابتسامه زرقاء ان شاء الله بحول الله في الحلقه المقبله تشوفوها. وواحد المساله اخرى بغيت نقول لكم الاخوان، بالنسبه لهاد الاشغال اللي شفتوا دابا، داك ديك البلاصه اللي كانت كتسمى ديك الساعه كوري، وشحال من واحد انتقد داك البيت نتاع الدجاج وهداك الشيء، ان شاء الله قريبا واحد يومين ثلاث ايام اربع ايام غتولي ديك البلاصه احسن من البلاصه الاولى اللي كتحمقكم دابا. يعني ديك البلاصه اللي فيها الباباغاوات وكتبان لكم رائعه، حتى ديك البلاصه نتاعت الكوري بتكون مستويات حتى هي رائعه بحال هكاك، وبيكون فيها دوطاج، بغيت تصايب الطاج الاولاني ومن موراه بغيت تصايب الطاج الثاني، يعني بيكونوا فوليرات لتحت وبيكونوا فوليرات الفوق وبيكون الحماق. تحياتي، انتظروا الجديد.